السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع. إذا في إطار التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والرامية إلى ضمان استمرارية البيداغوجية وتعزيزا لمدخل تكوين السيدات والسادة الأساتذة ومختلف الفاعلين التربويين. إذا يقوم اليوم المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام بالمديرية لقاء تزامنيا حول موضوع إنتاج التمارين التفاعلية بواسطة برنامج آيسبرين. ولتقديم هذه الورشة معي الأستاذ السي سعيد الموسي، وهو حارس العام للخارجية بالثانوية الإعدادية ابن سينا، اللي غادي يعرفنا بالبرنامج. وغنشوفوا في الجزء الثاني اللي غيلتحق بنا السي مصطفى المراحي، وهو استاذ التعليم الابتدائي بمجموعه مدارس ابو البقاء الرندي، اللي غادي يعطينا يدير لنا تمارين تفاعليه حول هذا البرنامج. اذا على بركه الله الكلمه للسي سعيد اللي غادي يعرفنا بهذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اتقدم الشكر لي المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام الذي ساهر شخصيا يعني على تقديم هذه الدورة التكوينية حول برنامج آيسبرين. إذا أولا سنتعرف إن شاء الله على أهداف هذه الدورة التكوينية الذي هو الأساس إنجاز درس تفاعلي باستعمال آيسبرين. إذا بعدما يتم تثبيت البرنامج والتعرف على مميزاته ثم إلقاء نظرة عليه، سيتم إنجاز درس تفاعلي باستعمال آيسبرين. إذا أول شيء هو أن هذا البرنامج عند تثبيته يظهر على واجهة باوربوينت كما تشاهدون. إذا هناك مجموعة من النوافذ. إذا قبل أن يظهر على هذه الواجهة لابد من تثبيته على الحاسوب لكي يظهر على هذا الشكل. إذا هذا رابط بعد التثبيت. تثبيته سهل، يعني الولوج الى الانترنت وكتابه آيسبرين سويت، وسيتمكن المستفيد من الولوج الى شبكه الانترنت وبالتالي تحميل هذا البرنامج. اذا كما تشاهدون سنفتح للتعرف على القاء نظره. اذا اول شيء سنذهب إليه هو الولوج إلى الإنترنت. نضغط آيسبرين سويت كما تشاهدون. إذن بعد ظهور يعني الواجهة، إذا هنا آيسبرين الواجهة الرسمية للآيسبرين لوجيستيال أوتور دو لورنين آيسبرين سويت. إذا نضغط على الرابط لكي نلج إلى الموقع الرسمي لآيسبرين. إذا التحميل كما تشاهدون هنا، هذا هو البرنامج تيليشارجي غراتويتمون. إذا يستعمل مجاني، استعمال مجاني لهذا البرنامج. إذا بعد التحميل ديالو والتثبيت ديالو على الحاسوب، كنضغطو على وكيطلع علينا النافذة ديال البرنامج على هذا الشكل. إذا كما تشاهدون هنا مجموعة من المزايا. إذا إنشاء ملف جديد نوفو كو. إذا كان عندك واحد ملف يعني هذا بالنسبة لي عنده البرنامج مثبت، يكون انجز تمارين تفاعلية أو يعني تكون محفوظة في المكتب، إذا يمكن فتح ملف كان في يوجد في الحاسوب. إذا بالنسبة لنا احنا يا الله ثبتنا هذا البرنامج، إذا غنفتح ملف جديد. إذا بعد الفتح ديال الملف الجديد، إذا نلج إلى الباوربوينت. إذا غنلاحظوا أنه تدمج في الواجهه ديال الباوربوينت. اذا هناك واجهات باوربوينت، اكاي، انسيرسيون، كونسيبسيون، ترانزيسيون الى غير ذلك، انغوجيسترومون، حتى نوصلوا لآيسبرين سويت. كيعطينا هنايا كما كتشاهدوا لونغوجيسترومون، كيعطينا
انغوجيستري لا فيديو كيعطينا كريي لا ناراسيون كيعطينا كويز كيعطينا انتراكسيون سيمولاسيون دو ديالوغ انغوجيسترومون ديكران يوتيوب اوبجي ويب موديل دو ديابوزيتيف بيرسوناج اريير بلان اوبجي ايكول بروبريتي دي ديابوزيتيف ressources de la présentation lecteur aperçu publié option mise à jour est activée. اذا سنضغط على يعني انغوجستري الاوديو يعني يمكن نسجلو اذا كنسجلو اولا هاد الدرس الجديد في المكتب نعطيه واحد الاسم معين مثلا كور مثلا دو اذا غادي نسجل على سطح الحاسوب انغوجستري من بعد غادي يعطينا الامكانيه اننا نسجلو غادي نلج الى اذا هنا عطانا كومونسي ا انغوجستري اذا لاحظوا هنا الديابوزيتيف عندي واحد ديابوزيتيف واحد اذا انا خصني نرجع للبرنامج ديالي اولا باوربوينت ونحدث دي ديابو اولا ندخل اللوحات ديالي اللي غتشتغل في الباوربوينت اذا ننتظروا انه يعطينا موديل دو ديابوزيتيف اللي غادي يمكننا ندخلهم نزيدهم لان مرتبطه بشبكه الانترنت لان في انتظار يظهر لنا هاد النماذج لاضافتها اذا هو في طور التحميل اذا ناخذ مثلا هنا انسيغي هذا النموذج هذا كما تشاهدوا انه كيمر اذا هو ضاف لنا هنا الديابو ثم يمكننا نزيدو مثلا على شكل نص مثلا نص اذا كما كتلاحظوا هنايا في هذه الديابو كاين اللي فيها القفل يعني انها غير يعني ستحصل عليها بعد الاداء اما هذه التي ليست لها قفل يعني مجانيه للاستعمال اذا يمكن لك انت يعني الاستاذ انه يدير واحد يعني يدخل درس عباره عن نصوص عباره عن صور عباره عن هذا لكي يشتغل عليه اذا نكتفي حنايا بهذا لي ديابو مثلا واحد وجوج اللي هذا عباره عن كور اوبجيكتيف مثلا اذا حنا غادي نسجلوا غادي نحاولوا هاد يكون واحد التعليق على هاد على هاد الدرس هذا باضافه الصوت اذا عندنا كما كتشاهدوا ديابوزيتيف 1 2 اذا كومونسي اذا نسجلوا هنا عندنا اوبسيون عندنا دق صوت با او بيان الفي هنا مدخل ديال الصوت اونتري لين او لا ميكروفون بار ديفو خليه بار ديفو عندنا هنا نورماليزي الاوديو دو كليب لور دو لونجسترومون سيبريسيون اوتوماتيك دبل وي اذا كنبداو التسجيل كومونسي اذا كتلاحظوا هنا انه كيبدا يسجل العداد هنا تاي يعني كاين هنا كتسجيل كنا نقرا هاد النص او نشرحه او ثم نضغط على ايقاف اغيتي لكي نمر الى كما كتلاحظوا التسام هنا الى الديابو الثاني ديابوزيتيف 2 اذا كومونسي انغوجيستري كنا يعني هذه الصوره ديال المدينه مثلا نتكلم على المناخ او لا على اي شيء اخر يعني له علاقه بهذه الصوره هذه ثم ضغط على ايقاف كتلاحظوا عندي تسجيل يمكن لي ان نتيستي نطلق من هنايا هذاك اللي سجلت يعني كما كتلاحظوا كتسمعوا كاين هنا كتسجيل ثم يمكنني نرجع ديابو الاول ونطلق التسجيل ديالي يعني كتلاحظوا انه كاين هناك الصوت ثم ايقاف اذا هنا ملي كنكمل كندير اوكي اذا الصوت دمج ليا الان اذا نعود كتلاحظوا هنايا يمكن لي ندير ابيرسي يعني انني نشوف اذا كيقتر عليا بالنسبه لي الفيرس الاسبري سويت 10 ايام انا كنستعمله مجاني عنده 10 ايام جو ريستون اذا انا كونتيني بالنسبه لي انا كنستعمله مجاني اذا كيدمج ليا الصوت لاحظوا هنا ادماج ديال الصوت اذا
هاد العملية غنخليوها لسي مصطفى من بعد، ولكن أنا الآن أنا غادي نمر بعجالة، يعني أنا غادي غنكتفي بهذا القدر ديال الصوت، ولكن بعد غادي نشرح. كتلاحظوا هاد التليفون هادي راه مرتبطة بالتسجيل، يعني من بعد اللي غيكون التسجيل ديال هذا البرنامج ديالو، يعني غتحيد هاد الايكون هادي. هنا كاين عندنا بريسيدون وكاين هنا سويفون. اذا الديابوزيتيف الاولى هي هادي، كنسمع الصوت ديالي، كنتاكد منه، ثم سويفون. اذا عندي الاولى وها الثانيه. اذا هذا بالنسبه للابيرسي. غادي نمر الان الان انغوجيستري في لا فيديو. اذا هاد العمليه هذه غيطرق لها سي مصطفى ان شاء الله. عندنا هنا خص يكون عندي الكاميرا باش كتبان الوجه ديالي، او لا هذا، او لا يمكن لي نضيف شي فيديو كاين عندي في اليوتيوب، وغادي نعاود ندير له الاخراج ديالو. اذا غادي نكمل هنا كري ناغاسيون. اذا هنا يمكن لي انني ندير واحد التعليق، هذاك التعليق اللي درت كما كتعرضوا التسجيل هنايا، يمكن لي انني هنا نسيبريمي هذا الكليب هذا، او لا نموضي فيه، او لا ندير فيه تعديلات عليه. كما كتلاحظوا هنا كاين مجموعه ديال الفيزيكون اللي يمكن لي انني نعدل على هذا الفيديو هذا. النظر بيتطرق لها السي مصطفى. يمكن لي سيبريمي كما كتلاحظوا، سيبريمي هنايا انا سيبريمي الكليب. يمكن لي ان مثلا ايديتي، نعاود هنا مثلا ندخل تعديلات، سيبريمي البغوي كما كتلاحظوا كاين هنا كاشي داجيش. يمكن لي ندير واحد السيلونس، يعني انني كري مثلا واحد السيلونس في واحد مكان معين، انني هنايا حدد هذه المنطقه هذه وندير فيها سيلونس مثلا. اذا مجموعه ديال التعديلات يمكن تضاف هنايا في هاد الصوت، يعني دخل تعديلات. اذا غادي نمر الان اذا بطبيعه الحال انه ملي غنبغي نخرج لابد سوف كاردي، اذا خصني نسجل هذيك التغييرات اللي دخلت. هنا عندي كويز يعني اضافه الاسئله، يعني اسئله متعدده، يا اما بجواب واحد او جواب على شكل نص او جواب يعني اختياري. اذا هنايا عندي مجموعه ديال هذه، غيطرق لهذه النقطه السي مصطفى كيفاش غادي نحددوا حنايا الدرس، يعني غادي نجدوا درس في انتظار. لاحظوا اذا غادي كيعطيني هنا الاختيارات. اذا لاحظوا هنايا اذا في انتظار انه يتفتح. اذا هنا اذا نطرح مثلا سؤال معين، ان اعطي واحد العنوان ديال هذا الدرس مثلا، نقولوا مثلا نقولوا المناخ مثلا ميو، ونضيفوا يعني هنايا لانسيرسيون ديال الكيستيون. اذا هنا الكيستيون كيضاف، كتلاحظوا هنايا كيستيون. اذا مجموعه ديال الاشكال ديال الكيستيون مثلا باختياريه، او اذا ها هما كما كتلاحظوا مثلا انا غادي نطرح سؤال مثلا هنايا سي مصطفى اللي غادي يتكلف بهذه النقطه هذه، مثلا غادي يكتب لنا ما هي يعني التلوث مثلا، او ما هي الفصول الاربعه بالنسبه للابتدائي، الفصول الاربعه، او كم عدد الفصول الاربعه، كم عدد الفصول، لما قلت اربعه راه جاوبت، كم عدد الفصول. اذا هذا جوانب تقنيه غادي يجاوب عليها السي مصطفى، غادي يتطرق لها. اذا هذه اختيارات. نكملوا هاد نبدا هنا. هنا خصنا نكون عندنا الورد، يعني يكون فاتح. كم عدد الفصول؟ سلام. هنا غادي نختار، هنا غادي نختار يعني واحد جوج ثلاثة أو أربعة، غادي يكون اختيارات.
هذه غيطرق راس المشطار. الان غادي نمر الان للانسيرسيون انتيراكسيون انتيراكسيون انسيري اون انتيراكسيون دون لا ديابوزيتيف. اذا كما كتلاحظوا هنا كري الانتيراكسيون يعني غادي تضيف جديده يعني. وهنا كما قلنا بحال الاسئله كما كاين الاسئله اذا عندنا اختيارات شوازير لو تيب دانتيراكسيون وكدير كري الانتيراكسيون. اذا حنايا ننتظروا باش تبان لنا نفس الشيء. اذا المرحله هنا غونسيني لا ديسكريبسيون دو ليتاب ايسي. اذا هذه النقطه غادي نشوفها مع السيمستر. الان هنا سيميلاسيون دو ديالوغ بالنسبه لهاد النافذه هذه يعني اننا نفس الشيء نضيف نوفو. اذا كنمشيو للبيبليوتيك هنا غادي اختار مثلا الشخصيات اذا باش يكون الحوار. اذا كنضغطو اذا نوفيل سين اجوتي اذا ايماج كاين هي بروبريتي كاين ايماج كاين اذا مجموعه ديال كتختار مثلا فيرم. اذا هنا هذه النقطه هذه غادي يطرق لها مصطفى كيفاش يمكننا نضيفوا الكونتوني المحتوى الشخصيات الصور الى غير ذلك الاخراج ديال 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 هذا. هذه مجموعه ديال النقط هي تقنيه يطرق لها مصطفى. انغوجيسترومون ديكرون كيمكن لنا اننا نسجلوا سطح ديال الحاسوب ان هاد الخاصيه انغوجيستري تو او بارتي دو فوتر ايكرون. اذا الى ضغطنا عليها كيعطينا اختيارات اننا نسجلوا الدرس ديالنا او يعني ما ننجز على الحاسوب. كيعطينا اختيارات كتلاحظوا هنايا ايكرون كاين كاميرا عفوا ايكرون كاميرا. اذا بما ان الكاميرا غير مثبته على سطح الحاسوب اذا هنايا كاين اختيارات كاين زون بلان ايكرون ابليكاسيون زون هي اللي كتشاهدوها باللون الاسود يعني كخط. وهنا بلان ايكرون يعني نسجل الحاسوب ككل السطح ديالو. وهنا انغوجيستري وهنا الصوت كما كتلاحظوا يتردد اذا بمعنى انه مفعل. وهنا ديماغي ان نوفي انغوجيسترومون الى سجلنا بمعنى انه غادي يبدا العداد كما كتلاحظوا هنايا غادي يتبعد عندما نريد ان نقف نضغط على اف 10 اذا اف 10 ونحبسه وغادي يقول لنا هنايا فين هاد يعني هاد السجل هذا هو ظهر فين غادي الى طلقناها لاحظوا هو كيعطينا. اذا هذا جانب من الخدمات اللي كيوفرها الايس برين هو التسجيل. ثم يمكننا نضيفوا واحد الفيديو كاين في اليوتيوب مباشره نضغطوا عليه مباشره غادي نجيبوه او لا اوبجي ويب يعني غادي نجيبوه على حسب يكون عندنا ليغل يعني الرابط يمكننا نجيبوه من ثم لي ديابو كتلاحظوا هنايا كما قلنا كتضيف لي ديابوزيتيف اللي هما متوفرين عبر الانترنت. يمكن لي انني نغير الواجهه مثلا ديال على هاد يعني لي ديابو نغير مثلا الخلفيه ديال لاريا بلون ديال هاد نضغطوا هنايا اريا بلون ونختاروا نقدر نغير الواجهه ديال هاد كما لاحظوا غادي تغير لي الواجهه هنايا دير انسيغي. اذا هي غتغير ما تبقاش المدينه هادي رجع لينا هنايا ملعب. لاحظ نفس الشيء كلنا نغير هنايا اريير بلون يعني اللي يعني الخلفيه مثلا سيارات. اذا هنا اذا كتلاحظوا هو تغير اذا هما الواجهه تغيرت. لي زوبجي يعني نضيف الاشكال سواء كانوا متوفرين في البيبليوتيك دو كونتوني ميمحات قلم رصاص اوراق الى غير ذلك مجموعه ديال الاختيارات كاينه هنا. اذا كتضاف لك هنايا في هذا
يعني ملي كتوضع اي ديابوزيتيف اختاريتيها هي اللي غتضيف لها هاد لي زوبجي هاد. يعني كاين مجموعه ديال الاختيارات هنا، مجموعه ديال هما كاين في اليسار، تابلت، سمارت فون، تليفون الى غير ذلك. كاين هي كاين هي الاشكال اللي كتكون مجانيه، وكاين هي اللي بالقفل، اذا خصها تفعيل. لي زيكون نفس الشيء، نفس الخدمه. اذا الرموز اللي هي متوفره كلني نضيفها نحتاجها، نفس الشيء كما كتلاحظوا هنايا مجموعه ديال الرموز، نافيغاسيون، سامبول، اذا متوفره هنا يمكنني انني نضيفها. ثم هنا بروبريتي ديابوزيتيف، اذا هنا الخصائص ديال الضغط ديال هاد لي ديابو، السجيل ديالهم، هاد الامور غادي تطرق لها السي مصطفى. ثم ريسورس، عندنا هنايا ريسورس دو لا بريزونطاسيون، هي مجموعه المعطيات ملي كنبغي نوصل لمخرجات ديال هذا المنتوج كنعطي واش يمكن لي يحل لي يعطيني اجوتي ان ليان ايبر تكست، اجوتي اون بيس جوانت، بريزونتاتور، يعني عطينا هنايا اجوتي يمكن لي نضيف هنايا لو نون ديال البريزونتاتور، لو تيتر، الايميل. هذه معطيات متعلقه بالاخراج، يعني بالمنتوج ديال المنتوج، يعني في المخرجات ديال المنتوج. ليكتور، ليكتور كما كتلاحظوا هنا يعني كيعطينا يمكن نعدل على هاد لي ديابو اللي اختاري هنايا. عندي مجموعه ديال المعطيات، كاين الموديل، كاين كومبلي، كونتوني، كور، يعني كاين مجموعه ديال التغييرات هنا. هاد الامور عند الانجاز سي مصطفى غادي يتطرق ان شاء الله لهاد النوافذ. هنا لا بيرسي، هنا كيعطينا اي انجاز نجزته سجلت يمكن لي نتحقق واش فعلا هذاك الامور اللي نجزتها على هذا الايس برين، يعني التمارين واش هي في محل ديالها، واش صحيحه، واش هذا التحقق. ثم هنا بيبلي، هذه هي المرحله الاخيره، يعني الاخراج او المنتوج اللي غادي يكون على شكل اتش تي ام ال 5، هو غادي تحتاج بالطبع في البرنامج الاخر الاضافي لايس برين اللي هو مكمل له لتحويل المنتوج على شكل ابيكا، باش يمكننا انه يكون تطبيق على الهاتف، يعني يتثبت على سطح الهاتف يمكن الاستعمال ديالو بسهوله. اذا هنا كاين مجموعه ديال يوتيوب، ايس برين لورنين، ايس برين كلود، مون اورديناتور، اذا مجموعه ديال كيف يكون هذا المنتوج النهائي. اوبسيون، اذا كتلاحظوا هو الضغط الاولي، اول ما نولج لهاد ايس برينز لي كنضبط الريغلاج، يعني بالنسبه للبروي، سبريسيون، بيرسوناليزي، كلني في سوفغاردي فين غادي نسجل، يعني كان يعطيني لو نون، اختار لو نون ديال هذا المنتوج او هذا الفيديو الى غير ذلك. اذا كنمر الان للميزا جو، هذه مرتبطه بالبرنامج، يعني دائما الحصول على نسخه حديثه بعد التفعيل ديالو. هنا طلب مساعده، وهنا اكتيفي، يعني شراء او لا اقتناء هذا البرنامج. اذا ما علينا الا نتمنى ان شاء الله نكون قد احطنا بمجموع من النوافذ لهذا البرنامج المتميز في انتاج التمارين التفاعليه. نشكركم على حسن استماعكم وتتبعكم، ان كان توفيق فمن الله، ان كان التهافت فمن نفسي. نتمنى ان شاء الله نكون حسن الظن ديالكم. نحيلكم الى السي الحسن باللعبيد، تفضل. مشكورا. اذا شكرا سي سعيد على التوضيحات حول هذا البرنامج اللي عطيتنا مجموعه ديال المزايا، ومن هاد المزايا كاين اونغوجيستري ايكرون، ثم لي زانتيراكسيون اي لي سيميلاسيون، ويعني شلنا معاك طريقه تحميل البرنامج. اذا غادي نشوفوا، يعني ندوزوا للجزء الثاني اللي هو صراحه مهم جدا، وهو كيفيه انتاج هاد التمارين التفاعليه بهذا البرنامج اللي غادي تفضل لنا، يعني السي مصطفى هو اللي غيكمل هذا الجزء الثاني من هذه الورشه. شكرا سي سعيد، شكرا للاستاذ الحسن، تحيه تربويه للجميع، شكر للمركز الاقليمي لمنظومه الاعلام وللمديريه الاقليميه سيدي قاسم على اتاحه هذه الفرصه لتقديم مثل هذه اللقاءات الهادفه. نبدا اولا بالاختبار.
لأن هذه التبويبة بالاختبار تحيلنا. إذا سأشرح مجموعة هذه التبويبات. هنا question يعني أسئلة. نبدأ بأول نوع من الأسئلة اللي هو صحيح أو خطأ، ثم نطرح السؤال مثلا الدب حيوان حارس. بالنسبة للأجوبة صحيح أو خطأ، إذن سأعدل على هذا التمرين. إذن أغير حجم الخط، ثم غا، ثم سنتخي، أذهب إلى غومبريساج أو الملء، ثم أغير اللون مثلا هذا اللون أو هذا اللون، أو أذهب إلى هنا صوار، هنا الانحدارات، هنا تكستير، أختار مثلا هذا النوع، أعدل على الأجوبة صحيح أو خطأ بتغيير الحجم، أغير الحجم بعد الخط، ثم أغير لون الخط مثلا هكذا، ثم أرجع هذه الكتابة إلى اليمين، استعمال هذا المفتاح، وكذلك بالنسبة للجواب الخطأ. أعزز هذا السؤال بصورة مثلا، اختار صورة مثلا هذه الصورة، ثم أضيفها إلى الشريحة. إذا اختار الديسبوزيشن المناسبة مثلا ديسبوزيسيون، ثم أعدل على الصورة. إذن أذهب إلى غومبليساج، ثم تكستير، وأضع هذه الخلفية. أذهب إلى ديزاين كونسيبسيون باريير بلون، وأختار هذه الخلف. إذن هنا عدد المحاولات، مثلا محاولة واحدة، إذن أضيف محاولة أخرى، عدد المحاولات هو 2، ستنضاف خانة أخرى بها أحاول مرة أخرى. إذن سأذهب إلى الجواب الصحيح، أختار صوت مناسب لهذا الجواب الصحيح، مثلا إجابة
انتظر حتى يتم التزامن. أحسن إجابة صحيحة. غير ثم أكتب هنا إجابة صحيحة. وأعزز هذا بصورة للإجابة الصحيحة. إذن بالنسبة للجواب الخطأ، إذن الصوت الذي يحيي إلى الجواب الخطأ، نقول مثلا للأسف إجابة خاطئة. إذن أكتب للأسف إجابة خاطئة. ثم أعزز هذا الجواب بصورة. مثلا هذه الصورة. المحاولة الثانية. كان الجواب صحيح. اختار جواب صحيح. إجابة صحيحة. حاول ثانية. ثانية نشتري الصور ديالها. ندير معينة. حاول ثانية. حاول ثانية. طبعا نمر التمرين الثاني. إذا ننتقل إلى النوع الثاني من الأسئلة، اختيار من متعدد. نذهب إلى السؤال. حدد رمز عنصر الزئبق.
إذن هذا الأجوبة هنا. أكتفي بجوابين. إذن الجواب الصحيح ولي عليه نقطة لمعاينة هذه الشريحة. إذا ننتقل إلى النوع الآخر من الأسئلة. اختيارات متعددة. إذن سؤال، سأضع السؤال. الجواب الأول، تعال نختار. إذن أذهب إلى المعاينة. حدد العواشر من بين الحيوانات التالية. بالنسبة للجواب الصحيح ضوء علامة غزالة، ثم الفيل. لن أحدد الأجوبة الصحيحة هي الفيل والغزال. أذهب إلى المعاينة. إذن الأجوبة الصحيحة هي الفيل والغزالة. تصوميتر. الجواب صحيح. إذن النوع الرابع من الأسئلة هو الجواب قصير. نذهب إلى السؤال. أختار. أنا أحدد الجواب الصحيح. Thank you.
إذن لمعاينة هذا التمرين. الجواب صحيح. ننتقل إلى نوع آخر من هذه التمارين، ويكون الجواب عبارة عن عدد. مثلا calculer le produit suivant. القيمة هي تساوي، أضع العدد أو الجواب الصحيح هو 30، ثم أعين هذه الشريحة. مثلا كالكيلي لو برودوي 6.5، وأكتب هنا 30، تكون إجابة صحيحة. أنتقل إلى هذا النوع اللي هو سلسلة أو تسلسل. إذن سؤال ورث مراحل النمو المعرفي عند جون بياجي. وأضع كولي، ثم أبدأ بترتيب هذه الأجوبة. المرحلة الأولى هي المرحلة الحسية الحركية، والمرحلة الحس حركية. المرحلة الثالثة مرحلة العملية المادية، كوبي وأذهب إلى الجواب الثالث كولي. المرحلة الرابعة كوبي، ثم أذهب الجواب الرابع وطلق، ثم لصق. إذن سأذهب إلى معاينة هذه الشريحة. إذن المرحلة الأولى هي مرحلة الحس الحركية، المرحلة الثانية هي مرحلة ما قبل العمليات، المرحلة الثالثة هي مرحلة العمليات المادية، ثم مرحلة العمليات الجليدية. سيكون الجواب صحيح. يمكن أن أعدل عن هذا، ديروا هذه الكتابة بالعربية إلى اليمين. ننتقل إلى
المطابقة أو أسئلة مطابقة مثلا، أختار طابق العناصر مع أوصافها، ثم ألصق هذا السؤال. إذا سأذهب الصورة، الصورة الثالثة. لن أضلل هذه الكتابة وأفتحها. وأكتب هنا أسماء الفواكه. قارة. أعين هذه الشريحة، لأن هذا الجواب صحيح. جواب صحيح. أذهب إلى نوع آخر من الأسئلة، وهو أسئلة إملاء الفراغ. السؤال هو رمبليسي لي بلون أفيك لي مون أبروبريي. سيقوم السؤال. إذن أضلل الكلمات التي ستكون بالبياض، مثلا اختار هذه الكلمة أنسير بلانك، ثم اختار مثلا هذه الكلمة. إذا نعاين هذه الشريحة. إذا الكلمات التي ضللتها سيكون مكانها فارغا.
عندك اسباس سيم ستاف بلانيتير بك ضللتي. بلانيتاخ تمام زيانة أنا صحيحة إذن أمر إلى النوع الآخر من الأسئلة واختار من لائحة اختار جواب صحيح من اللائحة سؤال الجواب الأول عندك كنترول سي ما واش إذن أؤشر على الجواب الصحيح هنا بالعربية ندير إذن معاينة السؤال إذا تبعيت المساعدة الفكرية المدرسة يمكن اعتبارها الجواب الصحيح قلنا هو ما
مؤشر على جميع الطرق الكلاسيكية، ثم يكون الجواب صحيح. هنا أسحب الكلمات. الكلمة التي سأسحبها هي التي سأضللها. سأعين هذه الشريحة كذلك. إذن الجواب صحيح. أسحب هذه الكلمة وأضعها هنا. أسحب هذه الكلمة وأضعها في مكانها. ثم أسحب هذه الكلمة وأضعها في مكانها. ثم هذه الكلمة وأضعها في مكانها المناسب. يكون الجواب صحيح. كان هنا نقطة اتصال أو بوان شو. نأخذ صورة. إذن السؤال هو حدد العضو السؤال، ثم حدد العضو الذي يقوم بتخزين الصفراء التي يفرزها الكبد. هنا أختار إما مربع وإما دائرة وإما فورم نوت فورم. مثلا إذا بغيت نضلل مثلا الكبد، غادي ناخذ هاد الصورة ثم أحيط الكبد مثلا. هادشي علاش كتصلح هاد الخط، هذا الخط المغلق يصلح باش ندير شي حاجة اللي ما عندهاش ان فورم ديفيني. دابا ندير الجواب الصحيح، غنختار دائرة وغنمشي نضلل مرة. إذن أعاين هذه الشريحة. أضع هذه الفقرة. يكون الجواب صحيح. نوع آخر من الأسئلة هو السحب والإفلاس. السحب والإفلاس. ناخذ صورة
مثلا هذه الصوره كنترول هذه الصوره مثلا هذه الصوره أعدل على هذه الصور نشيل السؤال اضغط هنا هذه هي منطقة السحب مثلا سؤال هذا اختار سؤال واسحب البواكي الى السلة هذه هي منطقة السحب وهذه هي منطقة الإفلات إذن هذه لن تكون في السلة ننتقل إلى السلة ثم أعين هذه الشريحة الجواب خطأ هنا الجواب الصحيح هو الأناناس والبرتقال أعيد التمرين أسحب الفواكه إلى السلة ويكون الجواب هذا الجواب هو صحيح سي حسن مزيان مزيان اخر قاعد التمرين هذا بغيت نزيد التمرين ديال السحب والافلات هذاك اللي فيه المربعات ولا غير هيك لا غير كمل باقي لك اي واحد يمكن كنظن باقي لي واحد صافي سير انت هو في السحب والافلات ناخذ السؤال أعدل على هذه الصورة هذه هي منطقة السحب للعناصر التي سيتم سحبها
أغير الألوان. صار لون أسود. أغير حجم الخط. أغير اللون. أسود. مصطفى دوبل كليك، دوبل كليك على الكلمة غادي تعطيك سيلكسوني كاملة، فما تجيك سهلة. كاحل ندير سميات من هنايا. مزيانة. نعم مزيانة سيسي. مزيانة سي مصطفى ومالك. دابا انتهينا من التمارين. إذا شكرا سي مصطفى، يعني
يعني تبان لي بانك يعني كملتي جميع التمارين اللي بانوا لي اللي كاينين تما في البرنامج. اذا من بعد يعني ما شفتوا مع سي سعيد نورمالمون اللي عطانا واحد النظره عامه حول البرنامج يعني والمزايا ديالو والاستعمالات ديالو، وشنا كذلك مع يعني السي مصطفى يعني كاع التمارين التفاعليه اللي كيوفرها هذا البرنامج هذا، يعني غادي نشوفوا حنا في الاخير يعني باش ما نقووش عليكم يعني نشوفوا اخر مرحله وهي كيف تحويل هذا المنتوج يعني اللي دار السي مصطفى الى يعني الى ابيكا يعني اللي يشتغل على الهاتف المتنقي. اذا غادي ناخذ انا فقط مثال بسيط جدا، فقط غادي ناخذ مثال واحد فقط وغادي نحاول نشوفوا كيفاش نحولوا هاد التمرين التفاعلي اللي دار السي مصطفى الى برنامج ابيكا. اذا الكويز اللي غنشتغل عليه هو هذا فقط، يعني عدة تمرين واحد فقط اللي هو فغي وفو. اذا راه بنفس الطريقه الكويز واخا يكون فيه شحال ما كاين من تمرين. اذا اول اعداد اللي غادي نديروا في هذا الكويز كما لاحظتم يعني السي مصطفى كان كيدير لكم يعني ملي كيدير اونفوي كتلقى سوبميت باللغه الانجليزيه، هو فقط يعني تغيير للغه الليكتور. يعني غادي نمشيو للايس برين وكنضغطوا على البلاير، هنا تتلقاو البلاير هنا، وكاين بلاير هذا خاص يعني بالكويز كامل، وكاين بلاير اخر اللي خاص غير بلي كيستيون. حنا غادي نشوفوا ندخلوا للكويز تشوفوا معايا اللغه ممكن نبدلوها، ننتظروا. اذا كيجيني هنا السؤال هنا واللي عندي سؤال واحد فقط هو هذا يعني ديال فري اوف فو انفورماتيك ايغال انفورماسيون بلس اوتوماتيك. دونك هنا عندنا السؤال الاول فري لان الكيستيون اللي حطيت انا راه فري، ودرت هنا الفيدباك ديالي كما شفتوا مع السي مصطفى بالصور بالصوت الى غير ذلك. دونك انا يعني فقط يعني اعتمدت هنا فقط ريبونس كوريكت اي ان كوريكت، وهنا عدد محاولات درت لي فقط محاوله واحده ودرت لي عدد النقاط هنايا 10. اذا هنا اللي هضرت لكم على الليكتور هو عندكم هنا بلاير، كتضغطوا على بلاير لاحظوا غيجي معنا الكاركتريستيك ديال بلاير. دونك هاد سوبميت هي اللي كانت تبان لكم على السي مصطفى قبيله. اذا هاد سوبميت راه ممكن حنا نتحكموا فيها يعني باللغه اللي عجبنا. اذا فين كنمشيو؟ كنمشيو للتكست لابيل فوق، راه عندكم هنا التكست لابيل كتضغط عليها فوق كتجيكم هنا التكست لابيل باللغه هنايا ادغا بريست انجلش. دونك هنايا ممكن تبدل اللغه مثلا باللغه الفرنسيه ولا اختار اللغه مثلا اللي عجبتك وكتبدل كتقول لي هذه سوميت، وممكن هاد سوميت هادي حتى هي ممكن تبدلها بشي لغه. ها هي هنايا تهبط لتحت كتلقى بوتون يعني الـ يعني البروبريتي ديالها سوميت، اذا غتبدل هاد سوميت يعني بالسميه اللي عجبك سواء بالعربيه سواء باللغه اللي عجبك. كاين ديماغي لو كويز ممكن تبدلها، المهم اي حاجه فيرمي اوكي اتسيتيرا انولي. اذا اللي مهم من بعد ما كتختار هاد السؤال هاد يعني اللغه كتضغط على ابلاي اند كلوز يعني ابليكي اي فيرمي. اذا واخا تختار هنا اللغه راه لانسيتي ابليكي اي فيرمي راه ما غاديش ياخذ بعين الاعتبار هادشي اللي كدير انت. هذا هو يعني بالنسبه للبلاير يعني الاول اعداد ديالو. دونك كنضغط على ابليكي. الاعداد الثاني من بعد يعني ما كان سالي وكنديروا هنا سيف اند ريتورن، كنرجع وكنمشي للبلاير اللي عندي في الباوربوينت داخل اللي هو هذا. اذا البلاير رقم 2 هو هذا. هاد البلاير رقم 2 غادي نتحكموا في البلاير بصفه عامه قبيله شفنا غير اللغه ايتترا، دابا غنشوفوا الشكل ديالو كيفاش غادي يكون البلاير ديالو كيفاش بغينا حنا يظهر. دونك كنضغط على بلاير دونك كيجينا هاد البلاير هذا بلاير تا هو من نوع اخر تا هو فيه التكست لافيل ديالو هذا اللي فيه بريسيدون. انا راه ديجا بدلت اللغه هنايا غادي نحاولوا راه كتكون نتوما عندكم اللغه الانجليزيه نتوما كتبدلوا اللغه اللي عجبكم هي بريسيدون سويفون كانفو بريزونتاتور اتسيتيرا. كاين هذه اللغه وكاين هنايا الفوق عندكم هنا لي بار الفوقانيين، هنا كاينه توب بار يعني البار الفوقانيه وهنا بوطون بار التحتانيه لي بوطون. هاد لي بوطون حنايا غادي نتحكموا فيهم كما عجبنا. كنضغط هنايا مثلا الفوق كنلقاو نتوما غالبا كتلقاو عندكم اوتي ماركور كيكون هاد لي بوطون عندكم الفوق. راه كانوا لاحظتوا في الكويز اللي كندير السي مصطفى كانوا عندكم كيبانوا لكم لي نوت الفوق وكيبانوا لكم لي بلون الفوق وكيبانوا لكم لي ريسورس الفوق، كانوا كيبانوا هادو الفوق في الكويز.
اذا بالنسبه لي انا ما بغيتوش ما يبانوش في الكويز كان وكاين لو تيتر حتى هو كتلقاوه هنا سميتو التيست على حساب هذا. اذا انا بالنسبه لي ممكن نحيدو باش ما يبانو لياش. وعندكم هنا بوتون بار تحت هاد التحت راه كيكونوا نتوما عندكم بار ديفو كيكونوا بحال هاد الشكل تيكونوا هكا كاملين تيكون فيهم بحال هاد الشكل تاد جول بلاير بحال هاد الشكل بالضبط. اذا نتوما غتحكموا في بلاير. بالنسبه لي مثلا انا ما بغيتش انا هاد الفوقاني نخلي فقط لي بوطون اللي عندي بهم الغرض. هنا كندير انيبل هنايا كنحيد هادو بلاي هي هادي هي التحت كتبدل لكم لاحظوا لتحت ريبلاي هادي دونك كاينه بريفيوز هي هاد البوطون هي سويفون دونك غادي نخليها وهنا نيكست حتى هي نخليها وهنايا فوليوم هي هادي وباقا واحده اخرى فول سكرين اللي هي هادي الا بغيتي دير يعني بلانيك. اذا من بعد ما كدير هذه العمليه كتبارامتر الليكتور كتضغط هنا عاوتاني كالعاده ابليكي افيرمي كنضغط عليها. اذا دابا سالي اللي باقي ليا المهمه هو نحاول كيفاش نحول هذا الكويز اللي دار السي مصطفى الى ابيكا. اول حاجه هو كيتحول لنا ال HTML5. اذا كنضغطوا على بابليش او بيبليي غتلقاو الناس اللي عندهم اللغه الفرنسيه كيعطيني بطبيعه الحال فين غادي ندير هاد يعني هاد الفيشي ديالي اللي هو بيبليي فين غادي ندير. كيعطيك هنا الفوق السميه ديالو لاحظتوا في لي فيرسيون اللي كانوا يعني ايسبرين 8 يعني وما قبل من التحت كتلقى هنا كانت عندكم واحد يعني كان عندكم كتلقاو ديال الفلاش. دونك نلاحظوا بالنسبه لي فيرسيون اغلبيه لي فيرسيون جداد يعني مابقاوش تحتاجوا الفلاش يعني لانه اصلا ما بقاش مستعمل. هنا كتلقاو هنا السميه ديالو فولدر يعني فين عاد تحط انت هاد الفيشي اللي هو HTML5 فين تحطو. نحطو انا مثلا في البيرو ضغط على بيرو. بغيت ندير دوسي يعني ونحط وسطو هاد هذا بغيت ما نديروش ماشي مشكل. دونك هو راه كيعطيني هنايا لتحت الدوسي كيعطيني بيرو تحت وكندير سيليكسيوني لو دوسي. اذا غادي يحط ليا واحد الدوسي في البيرو غادي نشوفوه دابا كيفاش داير. كنضغط على سيليكسيوني كنمشيو الفوق يعني لا ما كنتيش درتي مثلا البارامتر ديال بلاير راه ديجا تيعطيك هنا الفوق راه ممكن تدير تعاود دير بارامتر ديال ليكتور من هنا. لاحظوا معايا انا نضغط على بلاير غادي يعطيني بحال قبيله يعني ممكن حتى لهنا ودير بارامتر ديال يعني البلاير ديالك كما عجبك. اذا هنا بالنسبه لي غادي نضغط على ابليكي لان ما درت والو وغادي نمشي للحاجه مهمه جدا وهو السايز يعني لا طاي ديال 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 لافونيتر اللي غادي تخرج لك من بعد ما تبليه هذا. دونك هنايا حنا هنا هو كيعطيكم هذا الشكل كتكون بار ديفو هادي. حنا كنديروا فولد كورس تو براوز ويندوز باش يعطيك لا طاي الكبيره وهنا كدير سيف. اذا هذه الاعدادات الاخرى يعني الكاليتي بروتيكسيون بيبليش ايتترا دونك غنخليوها الاعدادات كما هي وكنضغطوا على بيبليه كنتسناو يعني واحد شويه. اذا من بعد ما ساليت غادي نخرج ونمشي نشوف الفيشي ديالي اللي حطيت في البيرو. اذا الفيشي ديالي هو هذا هو سميتو تيست بيبليي واحد. اذا ندخل ليه نشوفو قبل ما نحولو انا الابيكا كيعطيني هنايا اندكس. اذا باش تحولوا الابيكا يعني من المفروض يعني خصو يلقى واحد في هذا اللوجيسيال اللي غنخدم به انا باش نحولوا الابيكا خصو يكون واحد الفيشي سميتو هنا اندكس. هذا الاندكس راه معروف بالاخوان اللي كيخدموا بباج ويب يعني الاندكس هو يعني هو الباج داكو ديال الفيشي. اذا غادي نفتحوه هنا نشوف قبل ما نحولو نشوفو كيفاش الشكل ديالو في الويب. اذا كيعطيني بحال هذا الشكل. ها هي ولات عندي هذه سوماتر وهنا كيعطيك انفورماتيك ايغال انفورم. دونك حاول تجاوب هنا انا غادي نحاول نجاوب صحيح عادي وهنا كيعطيك ريبونس كوريكت. اذا راه الامور هنا لاحظتوا معايا كنا هادو درنا وين نسينا وما درش لان النقاط انا 10 درت واحد عطيته 10 يعني اي سؤال واحد عطيته 10. اذا غنمشيو للعمليه الاخرى دابا اللي هي مهمه هو غنحولوا هذا الى ابيكا. اذا غنحتاج واحد اللوجيسيال اخر سميتو ويب سيت تو ابيكا غادي ندخل ليه. اذا كنفتح البرنامج اللي هو الخاص بتحويل HTML5 الى تطبيق ابيكا يعني غادي ندير عليه دوبل كليك وغالبا هذا البرنامج غادي تلقاوه تحت الفيديو ان شاء الله اللي بغى يتيليشارجي. اذا من الشروط الاساسيه باش يخدم لك هذا البرنامج ضروري خصك تكون انستالي يعني واحد لابليكاسيون جافا. هو اصلا ملي غادي تفتحوه غادي يطلب منك يعني انستالي هذا الجافا في الاورديناتور ديالك.
اذا هنا كنعطيو العنوان ديال التطبيق مثلا هنايا مثلا تمارين تفاعليه ولا على حساب نتوما شنو غادي ديروا ولا نديروا هنا ايسبري سويت على حساب شنو بغيتوا نتوما ديروا العنوان ديال التطبيق ديالكم. وهنا عندكم كتلقاو باكاج نيم, هنا كتلقاو عندكم كوم غوريال ويب سيت اتسيترا. دونك هنا هادو من المفروض يعني اشك يعني فيما تصاوبوا شي تطبيق تحاولوا تبدلوا هاد الاسماء. بحال دابا انا راه ممكن ما نبدلش دابا ماشي مشكل, ولكن الا درت شي تطبيق اخر وبغيت نديرو مثلا في بلاي ستور ولا في التليفون ديالي غيكرازي ليا داك التطبيق اللي درت انا عندي في الاول. يعني من المفروض هادي نعطوه هنا سميه مثلا السميه ديالك مثلا هنا عاوتاني, ومره اخرى دير عاوتاني ما ديرش نفس الاسم. هنا كيعطيكم فيرسيون نيم, يعني اللوجيسيال كتكون عنده بطبيعه الحال فيرسيون 1 فيرسيون 2 فيرسيون 3, شوف انت بالنسبه لك شنو غدير, واش فيرسيون 0 ممكن تموديفي هنا كيما عجبك. كنجيو لتحت نلقى بورتري وعندكم لاندسكيب, يعني بورتري كتعرفوها في لامبريسيون كاينه بورتري وكاينه بيزاج. دونك بيزاج هي لاندسكيب, دونك غادي نديرو لاندسكيب باش تجينا طويله هكا. هنا كتلقاو الفوق شونجي ليكون, يعني باش تبدل هاد ليكون ديال التطبيق ممكن انت كتختار ليكون اللي عجبك على اساس راه كيعطيك هو واحد لاطاي محدده بالبيكسل, خصك تحولها انت بالبيكسل باش يجيك اللوغو مثلا باش يجيك هنا بالضبط في هذا الباب بواحد لاطاي محدده. هنا كتلقاو اباوت ديالوغ, هنا اللي كيعطيكم حول البرنامج تدير ممكن حول البرنامج تكتبها هنايا لي زابليكاسيون شير مثلا بيبليكاسيون. هنا كدير مثلا ابليكاسيون اكزيت سيت, يعني اكزيت يعني مني تبغي تخرج من البرنامج راه تيعطيك هذا الميساج هذا ممكن تعدلو انت مثلا على حساب انت شنو باغي. هل تريد الخروج من البرنامج مثلا تكتب هنا اللي يعجبك تريد الخروج. حنا غادي نشوفوا هذا الشيء بالتفصيل كيفاش غنخرج هنا. هل تريد الخروج هنا, هل تريد الخروج واش دوبل كليك بريس باك داك اللي كتكون عندكم في التليفون ديك باك يعني اللي كترجع للور, وكاينه وين لاست باج كلوز يعني تضغطي على واحد البوطون سميتها فيرمي كتكون عندكم في واش دوبل كليك ولا غير مره. هنا كتلقاو كوستيم ايرور, يعني الا كان شي خطا يديك لواحد لاباج اخرى ايتترا. حنا هذه ما غاديش ندخلوا فيها. سبلين سكرين, هنا مثلا ممكن هاد السكرين هي هذه لاحظوا معايا انا كانت بار ديفو فيها التصويره, ممكن ديروها انتم مثلا خاويه اولا ديروا فيها شي صوره اخرى, بمعنى هاد الصوره ملي كيتفتح البرنامج اش من صوره ممكن يعطيكم هنا فهاد ممكن دير باركورير وتقلب على شي صوره ديالك ولا شي حاجه ممكن تجيبها فهاد يعني او ديماراج ديال التطبيق ديالك. كنجيو لهنا كنلقاو اورال يعني لو شوما. هنا عندكم اتش تي تي بي يعني الموقع, انا بالنسبه ليا الموقع ديجا حطيته في البيرو ديالي, اذا الموقع هو على شكل لوكال اتش تي ام ال ويب سايت. كنضغط هنا الفوق, ملي كنضغط هنا الفوق دابا لاحظوا معايا ولات هذه اكتيفي هكا. اذا غنمشي نختاروا نقولوا لي هذا الدوسي هذا اللي غنحولوا حنا لابيكا, كنقلبوا عليه فين حطيناه. حنا حطينا بطبيعه الحال في البيرو, كنضغطوا هنا وكنختاروا يعني الفيشي ديالي اللي هو هذا سميتو تيست وهذا, كنضغط عليه كندير اوكي. هنا كتجيك ادموب مونيتيزاسيون, هذه بوحدها يعني الناس اللي كيعرفوا الادسنس اتسيتيرا يعني يعرفوا ما معنى ادموب, يعني كيفاش ترخي الاشهارات ديالك انت في التطبيق من بعد ما تدخلوا مثلا البلاي ستور, واش تاكتيفي الاشهار او لا اتسيتيرا. حنا بالنسبه لنا ما ندخلوش في التفاصيل. عندكم هنا واحد النقطة مهمة, عندكم فول سكرين باش يعطينا اون بلان ايكرون, وهنا كونفيرم تو اكزيت هي نخليوها يعني ملي تبغي تخرج يقول لك هل تريد فعلا الخروج. إذا لحد الآن مزيان, لحد الآن نضغط على كريات ابيكا, كنضغط على كريات ابيكا سيلكت شويت كريز سكرين سبيش سكرين ايماج نيكزيست با. هنا وحدة فيهم واخا هنا ندير بلانك صافي, لأن قلت لي منين غتجيبها ما حددتليش منين غنجيبها. دونك كنضغطوا على كرييت ابيكا ونديروا اوكي, ننتظروا يعني يحول لينا هذا الفيشي اسلميت 5 يحولوا ليا الى الابيكا. اذا في انتظار يعني يحولوني غادي نمشي نوجد يعني التليفون ديالي باش نحاول نشوفوا التطبيق ديالنا يبان لينا في التليفون. كيعطيني هذا الميساج هذا دونك نقول ندير انولي ماشي مشكل, ندير فيرمي خرج. اذا الفيشي ديالي هو هذا, ها هو سميتو ايسبرين فيرسيون ا اتسيتيرا. مزيان,
اذا دابا غادي نحاول نسخ هاد الفيشيه ديالي ابيكا يعني وندخلو يعني الهاتف ديالي. هيا باش يعطيني الفيشي ديالي. دونك هو هذا غادي ندخل ليه بحال ندخل وسط دوسي مثلا الحسن مثلا وندير كولي لهاد الفيشي اللي هو ابيكا. اذا هو هذا. اذا غادي نخرج من هنا من بعد ما حطيت الفيشي ديالي وندخل التليفون ديالي ونانستاليه. دونك غادي ندخل قلنا حطيناه في لي فيشي ندخلو غادي ندخلو لابليكاسيون. اذا عندي في التطبيقات عندي اي واحد هو هذاك النيت غادي ندخل ليه. اذا كيعطيني هو هذاك ايسبرين 11.apk. اذا غادي ندير دوبل كليك عليه. اذا غادي يعطيني بطبيعه الحال انستالي. نضغط على انستالي. اذا راه اعطاني يعني انستالاسيون ابليكاسيون انستالي. كنضغط على اوفرير وتلاحظوا بلي قلنا لي اون بلان ايكرون روتاسيون. اذا هو عطانا عطانا السؤال انفورماتيك ايكالا انفورماسيون بلس اوتوماتيك. اذا غنختاروا مثلا السؤال بغي مثلا وكنضغطوا على السهيم اللي على اليمين كنفاليديو به. راه قال لي بان دونك التليفون راه كيبان ونديرو كوريكت. اذا عطانا كوريكت. اذا عطانا فيليسيتاسيون فوز افي ريوسي اكسترا. ممكن ندير باسي مره اخرى وتشوف ما عندنا الاسئله اللي جاوبتي عليها والصحيحه او خاطئ. اذا يعني الى هنا يعني كنكونوا يعني سالينا هاد نورمالمون ثلاثه ديال الورشات اللي الورشه الاولى كانت نورمالمون مع السي سعيد ثم كذلك السي مصطفى. وانا فقط يعني درت فقط خاتمه لهذا اللقاء.